الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم معنا الأخ خالد محمد حمادي عبد الله من جمهورية اليمن الشقيقة. مرحبا بك في قناة النجم أخي خالد. مرحبا بك يا أخي، حياك الله وبياك أخي عبد الشكور، حفظك الله ورعاك، بارك الله فيك. عندي أسئلة كثيرة أبغى أسألك عن الجامعة الإسلامية، ممكن نبدأ؟ تفضل بكل سرور إن شاء الله. بارك الله فيك. سؤال الأول تكون: من شجعك على تقديم الطلب في الجامعة الإسلامية؟ والله من شجعني هو لا يوجد شخص محدد، وإنما أنا يعني في فترة من الفترات كانت هناك أزمات يعني في اليمن في حرب، ولا تزال يعني صح حرب قوية كانت. فبعد الحرب كنت أود الخروج من البلاد، صح، وأود الدراسة خارج حتى يعني أحقق أماني وأحلامي، أحقق مستقبلي إن شاء الله الذي كنت أتمناه، الذي كنت أتمنى أن أحققه في بلادي، صح. ولكن رأيت لدي بعض الإخوة كانوا يدرسون هنا، أصدقاء يعني من قبل درسوا في الجامعة الإسلامية، وأنا أيضا كنت أظن أن الجامعة الإسلامية فقط للجانب الديني. كان يعني فهمي قاصر لهذا الأمور، صح. لم أكن يعني أعرف أن الجامعة فيها أقسام أيضا علمية، وهي الأقسام التي أريدها يعني التي أريد أن أحقق أحلامي فيها. كان هناك صديق عزيز على قلبي اسمه كرم مبروك، فكان يدرس في الجامعة وأنا اقتديت به بصراحة يعني، ما شاء الله، وقدمت في الجامعة الإسلامية والحمد لله. من التشجيع كان من الأخ، شفته هو اللي تعلم ويدرس الجامعة الإسلامية بعدين قال لك على طول أنت؟ هو ما قال، هو ما خبرني يعني، صح. أنا عندما رأيته في تلك الفترة قلت لك أنا كنت أود الخروج، ولكن الله عز وجل سهل يسر لي خروج إلى مدينة مباركة، ما شاء الله، خروج من اليمن من الحروب من المشاكل من الأزمات إلى مدينة مباركة ولله الحمد، ما شاء الله. فهو كان يعني هذا الصديق هو يدرس فانقطع تواصلنا، ولكن أنا كان هو في بالي دائما لأنه صديق عزيز على قلبي، فحاولت أن أقتدي به، ما شاء الله. بارك الله. بارك الله فيك. ننتقل إلى السؤال الثاني، وهي: من ساعدك على تقديم الطلب في الجامعة الإسلامية؟ من ساعدني؟ شوف، أنا كان عندي خلفية في مسألة التقديم في هذه في مسائل الإنترنت وكذا، بحكم يعني أنني اشتغلت عدة أشغال في اليمن، اشتغلت بالكهرباء واشتغلت في برمجة بعض فعندي خلفية في الإنترنت وهكذا. فبحثت عن موقع الجامعة وقدمت في الجامعة، يعني بحثت وقدمت يعني أخذت شروط الجامعة وما هو المطلوب وهكذا، وحاولت قدر المستطاع أن أوفر ما أستطيع ما الذي يعني يوفقني في القبول. أنت اللي سجلت بنفسك؟ سجلت لوحدي، ما شاء الله، ولله الحمد، ما شاء الله، تبارك الله. سؤالك الثاني: كم سنة كنت تنتظر الجامعة الإسلامية؟ سؤال صراحة في مكان. كم سنة؟ أنا قدمت في الجامعة الإسلامية في عام 2016، في 2016 وقبلت في 2019، صح، ثلاث سنوات وشوية، تقريبا ثلاث سنوات، أيوة، ما شاء الله، بعض شوية، ما شاء الله. سؤالك الرابع: كيف كان شعورك بعد القبول في الجامعة الإسلامية؟ صراحة شعور لا يوصف، والله فرحة لا يعلم بها إلا الله عز وجل، ما شاء الله. أنا لم أكن من قبل حتى أحلم أن أدخل المملكة العربية السعودية، يعني بلاد الحرمين الشريفين، حتى للعمرة أو للحج لم يكن في حسباني أبدا، صح. لم أتمنى هذا الشيء، ولكن سبحان الله أراد الله عز وجل يعني أن يوفقني في هذه الجامعة وقبلت، رغم الظروف الصعبة، رغم يعني ما مريت فيه وعانيت، يعني حتى وفقني الله عز وجل في هذه الجامعة المباركة. أسأل الله عز وجل مثل ما وفقني فيها أن يعني يوفقني على إتمام الدراسة فيها، من بكالوريوس إلى ماجستير إلى دكتوراه إلى ما بعد ذلك إن شاء الله، إن شاء الله. بارك الله فيك. السؤال الخامس تقول:
ماذا كنت تفعل بين التسجيل في الجامعة الإسلامية والقبول؟ قدمت في كلية في اليمن في محافظة عدن، ودرست فيها في كلية الهندسة في قسم الهندسة الكهربائية، درست سنتين. صح، ما شاء الله، هناك. نعم. فحتى عندما قبلت من فرحتي لم أطوي قيدي. صح. ولم أوقف قيد أبدا. تركت الجامعة وتركت الكلية، تركت كل شيء. ما شاء الله. ومباشرة انطلقت سافرت. ما شاء الله تبارك الله. السؤال السادس، كيف كان سفرك إلى الجامعة الإسلامية؟ سفري مريت بصعوبات، منها الفترة التي سافرت فيها كان في أزمات قوية جدا. وكان حتى الحدود بين اليمن والبلاد الحرمين الشريفين دائما يغلق، يعني دائما هو مغلق 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 ولا ينفتح إلا في أوقات معينة. سبحان الله، شاء الله عز وجل أن ييسر لي الأمر، وسافرت عن طريق الباص، يعني باص النقل الجماعي. لم أستطع السفر عن طريق الطائرات، قلت لك بسبب الأزمات، ولكن سبحان الله تيسرت. ما شاء الله. طلب اليمنيين أكثرهم يجون بالباصات ولا بالطائرات؟ كل الوسائل؟ أغلبهم يأتون الأغلبية، يعني بنسبة 98 يأتون بالباصات، يعني هي قريبة، هو بيننا وبينه بين المملكة العربية السعودية حدود. صح. وخط فاصل، لو أن الحدود غير موجود فكان الدخول والخروج مسموح لهم عندنا ونحن عندهم. صح. السؤال، ننتقل الآن إلى السؤال السابع، ما هو الشيء اللي أعجبك في مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم؟ أنت قلتها، مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم. أكثر شيء وأحب شيء إلى قلبي هو الحرم، المسجد النبوي. ما شاء الله. الذي فيه الرسول صلى الله عليه وسلم. حتى عندما نذهب، عندما تنوي ذهب فقط ولا تذهب، تشعر بشعور غريب وطمأنينة لا يعلمها الله عز وجل، فما بالك حتى تذهب إلى الحرم ماذا ستشعر؟ شعور عظيم، خصوصا عند زيارة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. بارك الله فيك أخي. الآن ننتقل إلى السؤال الثامن، وتقول السؤال الثامن هي، أي كلية تدرس الآن في الجامعة الإسلامية ولماذا اخترت هذه الكلية؟ أخبرتك من قبل، كان عندي فكر قاصر أن الجامعة الإسلامية تقتصر فقط على العلوم الدينية فقط، لأنها اسمها جامعة إسلامية، ولكن اكتشفت وتوضح الأمر وذهب الغمام عن عيني، فرأيت أن الجامعة فيها أيضا أقسام علمية، لأن العلوم العلمية والدنيوية أيضا هي مرتبطة بالعلوم الدينية. صح. وأن خلال هذه من خلال العلوم هذه نحن نكتشف ونعرف أشياء في الدين ذكرت وذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. صح. قبل 1400 سنة وأكثر. ولكن يكون هناك في بالنا كيف ولماذا وكيف هذا ولكن سبحان الله، أنا الآن حاليا أدرس في قسم علمي في قسم الهندسة. ما شاء الله. وإن شاء الله عز وجل أنا في الهندسة العامة، وبإذن الله حتى أتممها سأدخل الهندسة الكهربائية، لأنها هوايتي وحبي لها، وأيضا عملي، أنا أشتغل في اليمن في عدن خاص، الشغل الخاص بالكهرباء. فهنا أيضا أن العلوم، أريد أن أوضح شيئا بس. صح. هو أن العلوم الدنيوية مرتبطة بالعلوم الدينية. صح. ومعنى مرتبطة بالعلوم الدينية مثل ما قال الله عز وجل، يعني في القرآن في سورة البقرة، إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. نحن نقرأ الآية هذه ولكن نقرأ إلى أن نعرف إلى بعوضة، فما فوقها البعوضة معروف، بعوض ما فوقها، ما فوقها ماذا يقصد الله عز وجل بهذه الآية؟ لولا العلوم هذه والاكتشافات التي الله عز وجل يعني هو سهلها وأرادنا أن نعلمها، لأن الله يقول وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، مهما أوتيت من العلم تؤتى
الذي أراد لك الله عز وجل. صح. فبسبب الاكتشافات وبفضل العلماء والاكتشافات التي اكتشفوها عرفنا ماذا يعني وماذا يقصد الله عز وجل بما فوقها، وهو اتضح أن هناك كائن حي لا يرى بالعين المجردة يعيش على ظهر هذه البعوض. صح. فبدون العلوم هذه ما كنا لنعرف. صح. وهذه علوم الله أراد لنا أن نعرفها بحكمته وقدرته حتى نتفكر في خلق الله عز وجل، في النواه وخلاياها وهكذا، ونعرف ما الإنسان كيف يتكون والحيوان وهذا. والله عز وجل أولم يروا إلى الإبل كيف خلق، كيف تتفكر بالإبل كيف خلق، كيف كانت، ماذا خلاياها، ماذا يوجد فيها، في سنامها، في أرجلها. الله عز وجل له حكمة بالغة في ذلك. صح. مهما عرفنا ومهما علمنا ولكن لا نعلم إلا ما أراد الله لنا أن نعلم، أما غير هذا فالقدرة البشرية لا تستطيع أكثر من هذا. بارك الله فيك على التوضيح. آخر سؤال، وهي ماذا تنصح للطلاب من أنحاء العالم؟ أولا أنصح الطلاب في أنحاء العالم شتى بقاع الأرض خصوصا المسلمين أن يهتموا بجانب العلم ولا يقتصروا فقط على العلوم الدنيوية، يعني مع دراستك للعلوم لا تترك الدين، ادرس علومك وادرس دينك لأنك ستحاسب أمام الله على دينك وليس على دنياك. فيجب أن تعرف دينك وهكذا. فأنصح كل المسلمين في شتى بقاع الأرض أنصحهم بالدراسة، ولكن أيضا أنصحهم وأشد على نصحهم بالدراسة في هذه الجامعة، لأنها بصراحة جامعة مباركة أخرجت لنا كادر وفطاحلة في 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 جميع التخصصات ما شاء الله، منهم الشيخ الإمام بن باز والعلامة الإمام مقبل الوادعي علامة اليمن الذي نفتخر به وهو قدوتنا بعد الله ورسوله وصحابته وتابعينه، فهو يعتبر من الأئمة الذين يعني بفضل الله عز وجل ثم فضلهم عرفنا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهناك أيضا لا ننسى العلوم الأخرى، فيها دكاترة وفيها بروفيسورات وفيها نقتدي بهم أيضا، ولكن ننصح كل المسلمين بالتقديم في هذه الجامعة لأنها جامعة صراحة ميسرة. والذي أعجبني وشدني إليها كثيرا أن هناك مئات الدول فيها وآلاف الطلاب من مختلف الثقافات ومن مختلف الجنسيات واللغات واللهجات، وهم أيضا يعني كانوا لا يتفاهمون بين دولة ودولة حدود أو لا حتى وإن كان لا يوجد حدود، لهجات مختلفة، ولكن هنا اجتمعوا على تحت لغة واحدة وهي لغة القرآن الكريم ويتفاهمون، ولا يجمعهم صلة إلا صلة الأخوة في الدين. ما شاء الله. غير هذا فهم مختلفين عن بعض، يعني ليسوا مختلفين في فكر وإنما مختلفين في ثقافات، مختلفين في دول، يجمعهم كتاب الله وسنة رسوله وأيضا اللغة العربية وهي لغة القرآن، والكل يفهم هذه اللغة هنا ويعرفون ماذا يقرؤون وماذا يتلون. صح. بارك الله فيك على هذا اللقاء الجميل. آخر سؤال، هذا ماذا تعني لك؟ هذه اسمها حبوة. حبوة. نعم. صح. حبوة من الاحتباء، أي هذا الشكل يسمى احتباء. إذا احتبيت أي تركيت اتكأت عليها، تكأت عليها، وهذه من ثقافاتنا وعاداتنا اليمن. في اليمن ما شاء الله. الحبوة والعمامة المشدة والجنبية والسلاح وهذه الأشياء من ثقافاتنا وعاداتنا وتقاليدنا. فمهما يعني ابتعدنا عن بلادنا ف
فلا تزال ثقافاتنا وعاداتنا وأعرافنا في قلوبنا. وهذه الحبوة هي طبعا بغض النظر أنها من الثقافات، وإنما تساعدك حتى على استقامة الظهر. في الصوماليين يفعلون العمامة حتى يفتحون هذا. حتى نحن أيضا في 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 هنا في اليمن نستخدم العمامة أو أي شيء آخر، لكن هذه هي مخصصة لهذا الشيء. شوف أنا الآن أجلس براحة أتكلم معك بطلاق، ظهري مستوي مرتاح ورجلي يعني مرتاحين. أنا تعبان الآن من الظهر. لكن الجلوس الجلوس والافتراش هكذا يجعل الظهر منحنيا، لكن أنا ظهري مستقيم وأتكلم معك وأنا مرتاح ما شاء الله بسبب هذه الحوة. لكن سبحان الله لكل منطقة وكل دولة عادات وتقاليد. صح والله. بارك الله فيك على هذا اللقاء الجميل، وأشكرك على هذا اللقاء أخي. حياك الله شيخنا. بارك الله فيك.